وصلت قافلة الحجاج المنومين القادمين من المدينة المنورة لمشعر عرفات، والتي تقل حجاجا من مختلف الجنسيات، يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، لتمكينهم من أداء مناسك الحج لهذا العام 1443، حيث تم استقبالهم من جميع الطواقم الطبية بتوزيع الورود والترحيب بهم إلى غرف التنويم وسط منظومة متكاملة. خلال الأيام القليلة السابقة تم التنسيق وبشكل عالي مع الإخوان في صحة المدينة المنورة، وتم تحديد المرضى المناسبين المناسب نقلهم إلى صعيد عرفات، حيث أن سلامة المريض تظل هي الأولوية لنا في وزارة الصحة. جميع أيضا كان هناك تنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين مسار القافلة وتسهيل دخولها إلى مكة المكرمة وإلى المشاعر المقدسة وبالتحديد مشعر عرفات. تضم القافلة 10 سيارات إسعاف مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، مع تواجد فريق طبي متخصص مكون من أطباء وممرضين ومسعفين، إلى جانب 5 سيارات إسعاف خالية احتياطية وسيارة إسعاف عناية مركزة، إضافة إلى كابينة أكسجين متكاملة وورشة إسعافات متنقلة وحافلة لنقل مرافقي المرضى. البداية طبعا كان الانزلاق في الفندق في المدينة المنورة. أثناء أنا ما طالع من الغرفة انزلقت طوالي أزعفوني ودوني المستشفى بتاع الملك. حينما ودوني عملوا فحوصات سريعة وإجراءات سريعة، قالوا في كسر. حينما قالوا في الكسر طوالي دخلوني المستشفى. عديت اليوم الأول، اليوم الثاني حددوا لي العملية طوالي بأسرع فرصة. أثناء ما حددوا لي العملية وأنا بتعالج وطلاعة مراعاة طيبة شديد وإنسانية شديد، وتعامل راغي من الأطباء وتعامل راغي من المساعدين وتعامل راغي من المستشفى ككل. ما حسينا بمشكلة ولا حسينا بإحساس عشان ما يدخلنا مع نفسنا في مشكلة. حالتها الصحية الحمد لله هي كويسة حاليا. كانت اتصابت في المدينة أثناء تواجدنا هناك، وتم نقلها لمستشفى الملك فهد بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وتمت العناية اللازمة لها والرعاية اللازمة من كافة الأطباء والمتخصصين. وزارة الصحة جهزت خلال موسمي الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 23 مستشفى يساندها 147 مركزا صحيا. عبد الله بن شهران، المشاعر المقدسة.